صباح الورد عليكم مشاهدينا مرة تانية. خلونا نبدأ أخبارنا معاكم من احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72 والفعاليات اللي قامت بها الوزارة خلال الاحتفالات، سواء ندوات أو حفلات أو حتى توزيع هدايا على المواطنين. وإن بين الفعاليات دي كانت في فعالية مهمة قامت بها الوزارة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من خلال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. الحقيقة الفعالية كانت عبارة عن قوافل توعوية اتوجهت للأندية الرياضية الكبرى تحت عنوان لا للمخدرات، أنت أقوى من المخدرات، للتوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة بمشاركة قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن فعالية دي وإيه اللي تم خلالها. من ضيفنا على الهاتف الأستاذ مدحت وهبة، المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين الكرام. صباح الورد على حضرتك. يعني في البدايه عايزين حضرتك تكلمنا عن اهم الانديه اللي زارتها القوافل. يعني خليني اقول لحضرتك، احنا يمكن في صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي احنا الحقيقه بنشتغل مع يعني المؤسسات المعنيه، مع الوزارات، مع كافه الجهات، بهدف هو العمل على مكافحه تعاطي المواد المخدره، حمايه شبابنا من الوقوع في براثم الادمان. بالفعل في اطار الاحتفالات بعيد الشرطه 72 كان في تنسيق ما بين صندوق مكافحه وعلاج الادمان والاداره العامه لمكافحه المخدرات التابعه لوزاره الداخليه. والحقيقه ده يعني على مدار الفتره الماضيه في جهود، لان الاداره الحقيقه لها برضه شغل في غايه الاهميه، وهي مكافحه تعاطي المواد المخدره والحد من الاتجار. ايضا الصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيشتغل على أكثر من محور، المحور التوعوي. فكان كده خلال الاحتفالات بعيد الشرطة الحقيقة تم إطلاق قافلة توعوية بدأت من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتجوب الأندية الكبرى زي النادي الأهلي، الزمالك، مركز شباب الجزيرة. بدأت القافلة بتنفيذ أنشطة توعوية لزوار الأندية، سواء توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وازاي لو الاسره لا قدر الله عندها ابن بيتعاطى مواد مخدره ايه ابرز العلامات اللي ممكن تشير ان الابن بيتعاطى، وازاي تتواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي هو 16023 للحصول على كافه الخدمات العلاجيه مجانا واستبيه تامه. ايضا تم تنفيذ انشطه توعويه لتصحيح المفاهيم المغلوطه لدى شبابنا عن المخدرات، مثل ان المخدرات دي بتساعد على نسيان الهموم، تنشيط الذاكره، لتحصيل يعني او القدره على العمل لفترات اطول. كلها الحقيقه معتقدات خاطئه، والمعتقدات الخاطئه دي ما جاتش من فراغ. احنا لما بنحلل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي هو 16023 بنشوف ايه ابرز الدوافع للتعاطي. بنلاقي ان من ضمن الدوافع للتعاطي حب الاستطلاع والتجربه اللي مرتبطه بالمفاهيم المغلوطه اللي اشرت لحضراتكم عليها. طبعا. ايضا بيتم الحقيقه في اطار برضو القافله التوعويه يعني تنفيذ ورش حكي والعاب تفاعليه للاطفال مرتبطه برفع وعيهم بخطوره التدخين. عظيم جدا. كل ده الحقيقه بجانب ايضا ان ازاي كمان التوعيه ان لاي مريض كمان اي مريض ادمان يقدر ان هو يستطيع الحصول على كافه الخدمات العلاجيه مجانا وسريه تامه من خلال مراكز العزيمه التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان. عندنا 28 مركز علاجي منتشرين في 17 محافظه، بجانب ان احنا بصدد افتتاح 6 مراكز علاجيه جديده هذا العام. كل المراكز العزيمه التابعه للصندوق دي بتقدم الخدمات العلاجيه مجانا وبسريه تامه. طبعا. طيب استاذ مدحت، كنا برضو عايزين نعرف من حضرتك يعني مدى التجاوب والاقبال من الشباب على القوافل واهتماماتهم كمان والمحتوى كمان اللي انتم بتقدموه. خلينا اقول لحضرتك لا، بنلاقي مدى يعني اقبال كبير الحقيقه من جانب الشباب ومن جانب الاسر، لان زي ما بقول لحضرتك احنا الانشطه بتتميز ان هي بتبقى انشطه مش مباشرة، ولكن هي الأنشطة بتتميز إن هي بتتماشى مع المراحل العمرية المختلفة. يعني المبادرة اللي بيتم تنفيذها للشباب زي مبادرة خدعوك فقالوا تصحيح المفاهيم المغلوطة بتبقى مختلفة عن المبادرات الخاصة بتوعية الأسر عن الأطفال. فبالتالي كل مرحلة عمرية بنستهدف ليها
برامج وانشطه توعويه مختلفه. عظيم. لان احنا حتى كمان الانشطه التوعويه والبرامج الوقائيه عندنا مبنيه على اساليب علميه، بمعنى احنا لما بنحلل بيانات المتقدمين للعلاج بنشوف كمان ايه ابرز انواع المواد المخدره اللي هي بيتعاطاها الناس المتقدمه للعلاج، بنشوف كمان الفئات العمريه المستهدفه عشان لما نيجي نضع الخطط والاستراتيجيات بتاعتنا الخاصه بالبرامج الوقائيه تبقى مبنيه على اساليب علميه، وبالتالي يبقى لها صدى وتجاوب وتاثير لدى شبابنا لتوعيتهم. ويمكن ده يمكن شفناه في الحمله اللي احنا اطلقناها على مدار 6-7 سنوات الماضيه بمشاركه النجم العالمي محمد صلاح، والحقيقه كان يعني متطوع للتوعيه وسفير صندوق مكافحه وعلاج الادمان، حمله انت اقوى من المخدرات اللي كان لها صدى كبير ومردود على المستوى المحلي والعالمي. يمكن على المستوى المحلي زودت عدد المتصلين على الخط الساخن لتلقي العلاج 400%، يعني 4 أضعاف%. الحاجة الثانية على المستوى العالمي اعتبرتها كتير من الدول ان هي من الحملات المؤثرة والملهمة والابداعية في التوعية لدى شبابنا بأضرار تعاطي المواد المخدرة، واستعانت بها وزارة الأمن العام في دولة الصين ونشرتها على الموقع الرسمي لها للتوعية بأضرار تعاطي المواد المخدرة. كل المحاور الحياة دي يمكن يعني ما جاتش من فراغ، لأن كان على مدار ال10 سنين اللي فاتوا الحقيقة كان في اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف مشكلة تعاطي المواد المخدرة، ويمكن ده شاهدناه يمكن في 2014 كان عدد المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان كان لا يتجاوز 12 مركز علاجي في 7 محافظات، النهارده زي ما اشرت لحضرتك احنا عندنا 28 مركز علاجي في 17 محافظة بصدد كمان افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة. عظيم. ايضا البرامج يعني التوعوية حملة مهمة ويعني حاجة مشرفة وجهد كبير جدا بتقوموا بيه. انا بشكر حضرتك النهارده يعني الاستاذ مدحت وهبة المستشار الاعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الادمان، بنشكر حضرتك النهارده كنت معانا في صباح الورد.